بهذه الزيارة وهذه الجولة الأوروبية وهذه الحزمة من الشروط الاستباقية الإيرانية كذلك، هل تمهد فعلا للعودة بشكل فعال للمسار التفاوضي أم أنها ربما عفوا تضع العقبات؟ أهلا بك، تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. كإجابة مباشرة، لا أعتقد بأنها تساعد بالفعل، وخصوصا الشروط التي استمعنا إليها من مساعد وزير الخارجية الإيراني لا تساعد على بالفعل استئناف مفاوضات فيينا، ولا تساعد على الوصول إلى اتفاق ما بين إيران والأطراف الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الزيارة تهدف إلى تسويق تلك الشروط الإيرانية وبالتالي تذليل العقبات التي حالت سابقا دون الوصول إلى اتفاق في مفاوضات فيينا السابقة. وبالتالي باعتقادي بأن الجانب الغربي الأوروبي على وجه التحديد فرنسا وألمانيا لن يستطيعا أن يقدما إلى الجانب الإيراني الكثير، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو حتى الآن بهاء مصممة على موقفها باعتبار الفصل ما بين العقوبات، لأن كما تعلم هنالك عقوبات موجهة إلى المشروع النووي، ولكن هنالك عقوبات موجهة إلى سياسة إيران في المنطقة، إلى البرنامج الصاروخي، عقوبات تستهدف بعض الشخصيات التي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها شخصيات إرهابية، خصوصا تلك التي تنتمي إلى الحرس الثوري. وبالتالي لا أعتقد بأن هنالك إمكانية على الصعيد الأمريكي بأن يتم التخلي دفعة واحدة عن هذه العقوبات دون الحصول على تغيير أساسي في السياسة الإيرانية في المنطقة. طبعا كان هنالك إشارات خلال الفترة الماضية من الجانب الإيراني بأن إيران لن تتخلى عن سياستها في المنطقة، كما تعلم فأن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن من يقف أمام وقف إطلاق النار في اليمن هو الجانب الإيراني، هم مسؤولين إيرانيين يدفعون باتجاه استمرار الصراع في اليمن. المفاوضات التي تجري في بغداد ما بين المملكة العربية السعودية والجانب الإيراني يبدو أنها تشهد استعصاء وتشهد صعوبات كبيرة فيما يتعلق بقضايا المنطقة برمتها. الوضع في لبنان شديد التعقيد، وهنالك دفع باتجاه تمترس حزب الله في الساحة اللبنانية، وبالتالي إيران تشعل أجواء المنطقة برمتها. من يفعل ذلك لا يمكن أن يتوقع بأن هنالك إزالة للعقوبات، طبعا إذا ما أضفنا إلى ذلك المحاولة اغتيال الكاظمي، المحاولة الفاشلة، والوضع المعقد في العراق. وبالتالي إذا كانت إيران ترفض التفاوض، وهذا الشرط الثاني، ترفض التفاوض حول القضايا الأخرى بالإضافة إلى المشروع النووي، هنالك فرصة للتفاوض مع أطراف عربية، ومع ذلك تضيع إيران هذه الفرصة. وبالتالي أعتقد أن ما تطالب به إيران حتى الآن هي مسألة في غاية الصعوبة، وبالتالي وكأننا نراوح مكاننا، ويبقى الخيار والكرة في الملعب الأمريكي التي لطالما صرحت بأن هنالك خيارات أخرى يمكن من خلالها التعامل مع الجانب الإيراني.